ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في فيديو جديد، ولكن قبل بداية أهلا والصلاة على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم عليه أفضل الصلاة والسلام. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد الذي من خلاله سأشارك معكم تشكيلة نادي مانشستر سيتي أمام نادي ويست هام يونايتد في هذه القمة الجزائرية، حيث سيلتقي كل من الجزائريين سعيد بن رحمة ونجمنا الدولي الجزائري رياض محرز في هذه المباراة. راح أشارك معكم التوقيت والموعد لهذه المباراة وتصريحات المدرب الكاتالوني بيب غوارديولا عن نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز قبل هذه المباراة، وأيضا سنمر إلى أخبار المنتخب الوطني الجزائري، ومن بينها راح أشارك معكم تصريحات جد قوية من المنتخب الوطني الجزائري متحديا جميع المنتخبات في التصنيف الثاني للمباراة الفاصلة بطبيعة الحال، وأيضا عندنا إشادة واعتراف مغربي بالمنتخب الوطني الجزائري وعلى أبرزهم الكوتش جمال بالماضي. إذا هذا ما سنتعرف عليه، فإذا كنتم تشاهدون للمرة الأولى رجاء لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات لكي يصلكم كل ما هو جديد ينشر في هذه القناة مستقبلا، ولا تنسوا متابعتنا عبر حساباتنا السوشيال ميديا من أجل الإجابة عن جميع استفساراتكم. أولا، موعد مباراة نادي مانشستر سيتي وويست هام يونايتد سيكون 28 من شهر نوفمبر يوم الأحد بطبيعة الحال بين هذين الفريقين، حيث ستسافر قافلة نادي ويست هام يونايتد إلى استاد الاتحاد بطبيعة الحال من أجل ترسيم هذه المباراة. يعني حاليا نادي مانشستر سيتي في المرتبة الثانية في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة، بينما نادي ويست هام لا يبتعد عنه بنقاط كثيرة، بل هو في المرتبة الرابعة بطبيعة الحال برصيد 23 نقطة. بطبيعة الحال يسعى نادي مانشستر سيتي في هذه المباراة من أجل الصعود إلى يعني قمة الدوري الإنجليزي الممتاز. على العموم شارك معكم أولا تشكيلة المتوقعة قبل أن نمر إلى تصريحات المدرب الكتالوني عن نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز. عندنا إيفنينغ ستاندرد توقعت لنا إيدرسون، والكر، دياز، ستونز، كانسيلو، رودريجو، إيكاي غاندوغان، برناردو سيلفا، جيسوس، ستيرلينغ ورياض محرز. اللاعبين المصابين اعزائي الكرام عندنا كيفن دي بروين الذي هو مصاب بفيروس كورونا. طبعا اعزائي الكرام عندنا سبورت مول توقعت لنا ايدرسون، والكر، دياز، لابورت، كانسيلو، رودريجو، سيلفا، غاندوغان، محرز، جيسوس وستيرلينغ. اما التشكيله المواليه من يعني 90 مينت توقعت لنا رياض محرز في خط الهجوم مع رفقه جابرييل جيسوس ورحيم ستيرلينغ. اما بالنسبه لهوسكورد لم يتوقع لنا اسم رياض محرز، بل توقعت لنا جيسوس، بالمر وستيرلينغ. اما في التشكيله المواليه لنادي ويست هام يونايتد توقعت لنا فابيانسكي، كريسويل، داونسون، زوما، يعني جونسون، رايس، سوشك، بوين، سعد بن رحمه، فورناليس، وانطونيو، مايكل انطونيو. كانت هذه هي تشكيله الفريقين، ورياض محرز يعني تكرر اسمه في كذا من التشكيلات المتوقعه، خاصه انه رياض محرز نادرا ما شفناه يلعب في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز، دائما ما كان في دكه البدلاء، ولكن حاليا يعني المواقع الانجليزيه وايضا الاخباريه راه متوقع بان رياض محرز راح يكون كلاعب، وذلك حسب تصريحات المدرب الكاتالوني بيب غوارديولا في الندوه الصحفيه الذي تطرق الى اسم النجم الدولي الجزائري قبل هذه المباراه واشاد به بطبيعه الحال في ندوته الصحفيه، حيث صرح قائلا اعزائي الكرام هذا المدرب: لانني احب فكره توسيع الملعب، وهذا منذ أن كنت أنا شابا صغيرا، لذا مع توفر رياض محرز ورحيم ستيرلينغ فإننا نعمل على استغلال قدراتهما بأفضل شكل ممكن من خلال توسيع نطاقنا. وصرح قائلا: رياض محرز لديه المهارة لتنفيذ خططنا، ورأيتم ماذا فعلنا في مباراة باريس سان جيرمان، قطع رياض محرز الكرة يعني إلى اليسار وتلقها برناردو سيلفا ومررها لجابرييل خيسوس الذي كان في المكان المناسب والذي سجل لنا. بطبيعة الحال المدرب الكتالوني أشاد ويعني تذكر وأعاد صياغة الهدف الذي سجله يعني جابرييل جيسوس بتمريرة نجمنا الدولي الجزائري رياض محرز كما يعلم الجميع، وأشاد حتى برياض محرز عندما قال باللي أنه عندنا رياض محرز ورحيم ستيرلينغ نحبهم يلعبوا على الأطراف ونستغلوا هذه المواهب بأفضل شكل ممكن. وصرح قائلا: نحن نهاجم بالأجنحة على الأطراف وأحب هذه الطريقة، عندما تكون لك الكرة بحوزة الظهير أحب أن يذهب حتى الخط المرمى، وأحب هذا الأمر منذ أن كنت صغيرا ولا تسألني لماذا. وصرح قائلا: ساني ونافاز هذه يعني أمثلة قديمة، قائلا: أحب أن ألعب باللاعبين هناك، يعني كان يحب يلعب بنافاز وساني، وقائلا: أحب أن أشرك الأجنحة في مراكزهم، وقائلا: والكر أحيانا يلعب كجناح كما في الهدف الأول ضد باريس سان جيرمان المرة الماضية، دخول الأظهرة إلى العمق. صرح قائلا: ليس دائما أحيانا في العمق وأحيانا على الطرف، وفي تلك المباراة رحيم ستيرلينغ كان في الطرف ورياض محرز كان في العمق قليلا، وكيل والكر هجم من الخلف. وقائلا: لديهم عدة أساليب، يعني يتكلم عن رياض محرز قائلا لأنه رياض محرز ورحيم ستيرلينغ وأيضا حتى الأظهرة عندهم عدة من الأساليب، والأمر يعتمد على قراراتهم، أحب أن أشاهدهم وهم يتخذون قراراتهم بناء على السيناريو
المباراة. أيضا بيب غوارديولا في تصريحاته أبدى نيته بأنه سيشرك رياض محرز، حيث صرح قائلا: جاك غريليتش وفيل فودين تدرب بشكل منفرد، سنكون يعني سنقوم بدراسة وضعهما من جديد صبيحة السبت، لكن الأكيد هو أننا لن نخاطر بهما. وبطبيعة الحال إذا ما رحش يلعبوا هذين اللاعبين، ممكن أنه رياض محرز راح يكون كلاعب أساسي، وذلك بشكل كبير جدا، خاصة بعد المباراة التي قدمها يعني أمام نادي باريس سان جيرمان، واللي قدم مستوى وأفضل مستوى في المباراة من جهة نادي مانشستر سيتي وحتى من نادي باريس سان جيرمان، حيث رياض محرز كان يقدم مستوى كبير على الطرف الأيمن. فكانت هذه التصريحات وإشادة المدرب الكتالوني بنجم الدول الجزائر رياض محرز قبل هذه المباراة. أما الآن أشارك معكم أعزائي الكرام كيف المنتخب الوطني الجزائري وبالكوتش جمال بالماضي تحدى جميع المنافسين في المباراة الفاصلة. طبعا أعزائي الكرام، كما أعلنت لنا الكاف وحتى الفاف الاتحاد الجزائري لكرة القدم القوانين الجديدة يعني المباراة الفاصلة، حيث فكوا النزاع الذي حدث مؤخرا. يعني مصر كان طالب بحاجة، ويعني كان هنالك تهديد من الكاف والفيفا وإلى آخره. الكاف خرجت لنا بقرارات رسمية وأكدت لنا وذلك بشكل رسمي أن المباراة راح تلعب ذهابا وإيابا، وطبعا ها هو موعد القرعة الظاهر أمامكم. وبطبيعة الحال يجب على كل منتخب في بلاده أن تتوفر عنده تقنيات الفيديو أي الفار بطبيعة الحال من أجل احتضان هذه المباراة. وبطبيعة الحال في تصريحات لشرف الدين عمار أعزائي الكرام في ذلك الاجتماع بالقاهرة للكاف، صرح قائلا يعني لا يشعر بالقلق من هوية المنتخب الذي سيواجهه بطبيعة الحال، حيث صرح قائلا: أنا وبالماضي، يعني شرف الدين عمارة وبالماضي قائلا: لا نفضل أي منافس على وجه التحديد، مهما كان الاسم الخصم الذي ستضعنا القرعة أمامه، فإننا مستعدون من أجل ملاقاته والتغلب عليه من أجل تحقيق هدفنا. وقائلا: سنجري معسكرا تحضيريا في قطر، كما سنقيم وديتين أمام منافسين من إفريقيا، على أن نسافر بعدها بشكل مباشر لمدينة دوالا الكاميرونية من أجل الدفاع عن لقبنا. كما قلنا أعزائي الكرام، شرف الدين عمار صرح قائلا بأنه: أنا والكوتش جمال الماضي، يعني كل ما يهمنا حاليا هو الكوتش جمال الماضي، ما راش متخوف من أي منتخب كان. بالماضي مدرب المنتخب الوطني الجزائري راه دارس جميع يعني طريقة لعب المنتخبات، وأي لا أي منتخب صراحة أي منتخب يعني راح يلاقي المنتخب الوطني الجزائري حسب القرعة مرحبا به. كوتش جمال الماضي بهذه الطريقة يتحدى جميع المنتخبات، مصر، مالي، كل المنتخبات الأخرى يتحداها الكوتش جمال بالماضي. أما بالنسبة لتصريحات أخرى من يعني شرف الدين عمارة، صرح قائلا هو أيضا أعزائي الكرام في تقارير صحفية بأنه: أريد أن أؤكد لكم أمرا واحدا، هو أن العلاقة بيني وبين بالماضي جيدة، بل يمكنني القول بأنها ممتازة على جميع الأصعدة. وقائلا أيضا في نفس السياق: نحن في تواصل دائم ونعمل بنفس الأهداف والطموحات، ونحن نحب الجزائر ولدينا الرغبة في قيادة المنتخب الوطني الجزائري لتحقيق المزيد من الإنجازات. التنسيق بيننا موجود، وهذا أمر مهم، ونعمل في إطار محترف لأبعد الحدود، وكل شيء على أحسن ما يرام، ولا داعي للقلق بشأن المستقبل. كانت هذه التصريحات صراحة مطمئنة من شرف الدين عمارة، يعني مع بعلاقته مع الكوتش جمال بالماضي. نحن كل ما نريد حاليا هو أنه بالماضي يخدم الخدمة نتاعه يعني ويكون مرتاح، مدى بينا يكون بالماضي مرتاح في العمل تاعه، وباه يقدم صراحة راه قدمنا في مستويات كبيرة، راه مشرفنا بطبيعة الحال، فمدى بينا يعني وفروا له جميع يعني طرق ووسائل الراحة. أما بالنسبة لمساعد المدرب المنتخب المغربي، هو ضرب مثالا بالكوتش جمال بالماضي والمنتخب الوطني الجزائري، حيث صرح قائلا هذا زي كرام المساعد البوسني وحيد حالولوزيتش قائلا: أتمنى أن نمتلك جيلا جديدا من المدربين في المغرب والجزائر وتونس على شاكلة بالماضي، لأن ذلك يعطي فرصة نجاح للاعبين. وصرح قائلا: العرب لا يعطون الكثير من الثقة للاعبين القدامى، ولهذا يجب أن نعطيهم الثقة مثل بالماضي مع المنتخب الوطني الجزائري، وللريب سيسي مع السنغال. وكما ختم قائلا أعزائي الكرام: اللاعبون القدامى بإمكانهم خدمة بلدانهم، لأن لا أحد سيحب بلد يعني مثلك. فهذا اعتراف أعزائي الكرام مغربي بنجمنا ومدربنا الكوتش جمال بالماضي، وأيضا بالمنتخب الوطني الجزائري. إذن كان هذا فيديو اليوم، أتمنى أن هذا الفيديو قد نال إعجابكم. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. السلام.